واحد التظاهره ديال القرب اللي الهدف منها هو تقرب الشباب اللي تخرج من سوق العمل. اللي مهم هو انه كانت هناك فرص حقيقيه ديال التشغيل، راه اكثر من 2000 طلب اللي كان، وقع واحد الانتقاء وجاوا العشرات اليوم من مختلف مناطق المغرب باش يقدروا يدوزوا هذوك المقابلات لي زونتروتيان، وواحد العدد جاب لهم الله التيسير. فاحنا سعداء لان المقاولات اللي كانت فعلا هي تعبئات، وهذا الشيء كيدل على ان التكوين في بلادنا راه كاين واحد العدد كبير ديال المؤسسات اللي عندهم تكوين ذو جوده عاليه، وهذا ما لمسته من خلال النقاش ديالي لا مع الشباب ولا مع المشغلين. كاين ايضا القضيه ديال لي ستاج، لان التدريب، لانه كاين اللي مازال ما كملش قرايته وجا باش يدوز المقابله باش ينتقيو للستاج ديال 3 شهور حتى 6 شهور. هذه القضيه ديال لي ستاج مهمه، ما نساوش، باغي نوجدوا شيء ما غيكونش الانسان واجد هكذاك. اذا اللي كان مزيان اليوم هو انه كانت عروض كذلك كبيره بالنسبه لهاد التدريب هذه. والحاجه الثالثه هي يعني اننا نحسنوا من قابليه التشغيل عبر واحد العدد ديال التكوينات حتى هي كانت اليوم. فانا كنظن المهم في هذا الشيء كامل هو انه احنا كحكومه كنتعبؤوا ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن تنهبطوا للميدان باش نتلاقاو الناس ونتلاقاو الافراد الشباب ديالنا باش نسولوهم باش يقولوا لنا، نشوفوا المشغلين، ماشي بالضروره غير يعني التظاهرات الكبرى، باش حتى حنا كنتعلموا من هذه اللقاءات ومن هذه الصعوبات التي قد تكون يواجهها الشباب ديالنا في سوق التشغيل. ونتمنى الله التوفيق. هذا الملتقى كتنظمه الوكاله الوطنيه لانعاش التشغيل والكفاءات يعني مع شركه هواوي المغرب، اللي هو الهدف ديالو هو التشغيل ديال شباب مغاربه وشابات مغربيات في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال. وكما كتعرفوا هذا المجال هو مجال فيه تنافسيه كبيره على الصعيد الدولي، وكيتحول يعني كيتغير، ديك الكفاءات المطلوبه كتغير بسرعه كبيره. فالوكاله انعاش التشغيل والكفاءات كتحاول انها تواكب هذا القطاع حتى هو، لانه قطاع استراتيجي باش الشركات اللي في البلاد ديالنا نلقاو لها الموارد البشريه ذات الكفاءه العاليه والمهارات في مجال المعلومات، مجال الرقمنه. وهذه الاهميه هذه راها بانت في النموذج التنموي الجديد، لانه لو نوميريك يعني الرقمنه هي من واحد المحور جوهري بالنسبه للنموذج التنموي الجديد لبلادنا، التنافسيه ديال بلادنا. ولكن لما لا فيما بعد ان البلد ديالنا بحال في مجال السيارات، بحال مجال الطيران، انه يولي عنده تنافسيه ويقدر يصدر الخدمات ديالو لدول اخرى، خاصه في القاره ديالنا اللي في افريقيا وفي العالم العربي او في مناطق اخرى ايضا. العمليه كانت تنظمت بسرعه، كاين هناك 150 منصب شغل ومناصب للتدريب ذات مستوى عالي في شركات كبرى. كانت هناك 18 شركه، وكان هناك في الترشيحات 3000 مرشح. انتقينا منها، تم الانتقاء واحد العدد ديال 200 ما يزيد عن 200 مرشح لل 150 منصب اللي جاوا اليوم دوزوا الملتقى اللقاء ديالهم لي زونتروتيان ديالهم مع الشركات المعنيه. كنتمنوا لهم حظ موفق، وحنا هذه العمليات هذه غنزيدوا ننظموا عمليات اخرى، وسنولي اهميه كبرى لهذا القطاع هذا اللي هو قطاع حيوي وقطاع استراتيجي بالنسبه لبلادنا، وكيدخل في صلب المهام ديال الوكاله الوطنيه لانعاش التشغيل والكفاءات. المشاركة ديالي جات من خلال كما قلت لك اننا عمرنا لو فورمولير، وابخي تم السيليكسيونمون ديالنا باش جينا اليوم ندوزو لونتروتيان. ديجا هواوي تتلونسي دي سيرتيفيكا كي سون غراتويت. ديجا دوزت معاهم لا 5G، c'était une très 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 bonne
اكسبيريونس و جيسبر بار لا سويت انتغري هاد لا سوسيتي هادي باش ندوز مون ستاج بي اف او بوركوا با اتر ان بروجيكت مانجر و ان انجينيور بار لا سويت ان شاء الله في لو فيتور. جي لونور دو فينير اسيست ا ستيفينمون اورغانيزي بار هواوي ان بارتنيريا افيك لا نابيك اللي غادي يعاون الشباب باش يقلبوا على دي ستاج دوبسيرفاسيون ولا دومبوش اي هادشي كيخليهم انهم يتميزوا وي pour développer leur potentiel leur carrière et pour savoir plus sur les entreprises où كاين هنا متواجد مع اكثر من 19 entreprises هنايا كدوزي des entretiens ou كيدوز كلشي مزيان وبون كوراج.